الخارجية السابق السيد نبيل فهمي، وأنا بأسف على قطع الحوار. طيب هنا حضرتك يعني الموقفان مختلفان، نصحت الرئيس عدلي منصور ألا يسافر، وتقول أنا أكثر حماسا لأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يسافر للأمم المتحدة. طيب سافر الرئيس للأمم المتحدة، البعض حيتساءل هل ده معناه أنه بلقائه مع الرئيس الأمريكي أوباما وبالاحتفاء الذي حدث في الأمم المتحدة ده معناه أنه حققنا نتائج إيجابية كثيرة، ولا ده كمان مش هيمنع أنه الولايات المتحدة الأمريكية تضع ألغاما كما اعتدنا أمام مصر؟ يعني لازم تبص للخيارات اللي قدامك. عدم التفاعل مع الحدث ومع المجتمع الدولي أو التفاعل معه بدون شك وانت رئيس منتخب فضلا عن مكانتك التاريخية نتيجة اللي حدث 30 يونيو، قبولك عند الناس في الخارج أفضل بكثير أو أسهل بكثير عن قبل الانتخاب، ولا شك أن قدام مصر تحديات كثيرة جدا داخلية وإقليمية ودولية. إذا كانوا يجب عليك أنك تشارك، وشاركت بالفعل ونقلت رسائل واضحة قد يوافق البعض على جزء منها والبعض الآخر على جزء آخر منها، إنما أهم شيء كان أنك أنت حاضر وبتنقل الرسائل. ده هو هدف الذهاب إلى هناك. نتائج بقى ذلك هنشوفها فيما هو قادم. هل الذهاب إلى هناك أدى بالفعل إلى تغيير سريع في موقف الأطراف أم لا؟ لا، أنا أطرح تساؤلات، لكن لا سفير مصر السابق في واشنطن يفهم العقلية الأمريكية، وزير الخارجية السابق الكلام يكون مختلفا. يعني لا هقول لك، يعني هو غيابك عن الإجابة العامة كان هيبقى فيه ضرر لك. الغياب يعني غياب الرئيس السيسي طبعا كان سيؤذينا؟ كان هيبقى فيه ضرر لك، فرصة ضايعة، فرصة للانتشار وفرصة لنشر الرسالة كانت هتضيع منك، فأنت استغليت هذه الفرصة. فلذلك أنا برى إنه الذهاب كان قرار سليم، المشاركة كانت سليمة، والرسائل كانت واضحة حتى وإن كانت الكل مش هيرضى عنها. إنما التصور إن كل القضايا اتحلت، اللي بيقول كده ما قراش الخطاب نفسه أو ما استمعش إليه. الرئيس نفسه قال ده بداية مشوار. بداية مشوار بس مصري. تحدث عن مخاطر في المنطقة من الإرهاب إلى ما يتم بالنسبة المواطنة أو التنازع بين المواطنة والطائفية والفتنة وخلافه والمشاكل الإقليمية المختلفة. إذن الخطاب نفسه بيقول ده احنا قدامنا مشوار. فلا، اللي متصور ان كل حاجة اتحلت مش صحيح. يعني انه عدنا من الولايات المتحدة الأمريكية وأنهينا كل المشاكل والأزمات ولم تعد هناك أزمات، ده مش صحيح. لا، إنما هل كان من المفيد الذهاب؟ بالتأكيد كان مفيد الذهاب، ويجب أن نواصل بناء على أسس هامة جدا تبنيناها بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. وأنا سعيد جدا بالإشارة جت للاثنين في الخطاب. كان الرئيس السيسي حريصا على التأكيد على الثورتين، تمام، وده كان شيء مهم جدا. ليه؟ لأن بالنسبة للغرب ثورة 25 يناير هي ثورة الشباب مش ثورة الإخوان. فإن الرئيس على المد قدام الكل بيقول يا جماعة دي ثورة، ثم قالها للصحفيين في لقائه معاكم. معنى هذا إيه؟ انه هو بيستوعب الشباب، وعين حديثه اليوم في جامعه القاهره كان برضه للشباب. فهذه رساله مهمه جدا للخارج كما انها رساله مهمه للداخل. ثم نقاط اخرى قيلت عن الدوله المدنيه، الدوله القوميه، التنازع الموجود في المنطقه. فغيابك كان هيبقى فرصه ضائعه كبيره جدا. الحضور مفيد، انما المشوار لازال في جهد، وسيظل هناك بعض نقاط الشد والجذب بيننا وبين أطراف مختلفة، لأن العلاقات الدولية مصالح. طيب ما هو ده يخليني أنت يعني هنا